معنا عبر الهاتف من عمان أمين عام وزارة البيئة الدكتور محمد الخشاشنة. أهلا وسهلا فيك دكتور. دعنا بداية في أبرز التحديات التي تواجه الأردن نتيجة التغير المناخي في الأردن، وما هي أبرز المحاور التي تتضمنها الخطة الوطنية؟ شكرا لتلفزيون المملكة على إثارة هذا الموضوع في هذا الوقت بالذات. يعني حقيقة موضوع التغيرات المناخية موضوع الساعة على مستوى العالم. مشاركة جلالة الملك وأكثر من 140 قائد من قادة العالم في هذه القمة دليل على أهمية هذه الموضوع. بعض الدول اعتبرت هذا الملف من الملفات الأمن القومي. ما نشاهده عبر العالم من فيضانات وحرائق وجفاف و كل هذه الأمور جعلت تدق ناقوس الخطر للعالم بضرورة اتخاذ إجراءات حقيقية وجذرية للحد من هذه الظاهرات. الأردن ككثير من دول العالم يتأثر بهذه الظواهر من خلال الانحباس المطري، الجفاف، المناطق الهشة، المناطق الوميضية، جفاف البحر الميت، التأثر ذلك على موضوع الأمن الغذائي والتزود المائي. كل هذه القضايا يتأثر بها الأردن، إضافة إلى كثير من الدول والتي تعتبر من الدول الجزرية أيضا والمهددة بالغرق. بحمد الله لسنا من هذه الدول، ولكن حقيقة أن موضوع قلة الأمطار والجفاف والأمطار الوميضية هي من أكثر الظواهر التي تتأثر بها المملكة. نعم، يعني دكتور محمد، بالرغم من كل المحاولات على أعلى وأرفع المستويات حول العالم لحل هذه المشكلة، مشكلة التغير المناخي، ولكن يعني هل هناك وعي شعبي عند كل الشعوب في معظم وفي كل دول العالم حول ما يحدث فعليا نتيجة التغير المناخي، وما هو يعني وما يمكن أن تؤول إليه الأمور فيما لو خرجت الأمور عن السيطرة؟ يعني قد يكون لا تعي كل شعوب العالم حقيقة وتأثير هذه الظواهر بصورة جذرية، ولكن هي واحدة من مهام العالم أن يوصل هذه الرسالة إلى كافة شعوب الأرض وخاصة الدول المؤثرة في التغيرات المناخية والتي تبعث بكميات كبيرة من غازات الدفيئة التي تجعل احترار العالم أسرع، والظواهر المرتبطة بذلك التي تكون مؤثرة أكثر. لذلك العالم كله يجب أن يعلم أن هذه الظواهر ليست يعني مجرد شيء عابر، ولكنه هو قضية مصيرية بالنسبة للأرض وشعوب الأرض. لذلك طيب بالنسبة للأردن في هذه النقطة، عذرني للمقاطعة دكتور، يعني أبرز نسب الغازات الدفيئة أو الدفيئة في الأردن، وأين تكمن الخطورة؟ الأردن ليس من الدول التي تبعث بكثير من الغازات، ولكننا بحمد الله كنا من الدول السباقة التي تلتزم باتفاق باريس عام 2015. وضعنا 2016 الخطة الوطنية لخفض الانبعاثات، أو بما يسمى المساهمات الوطنية المحددة وطنيا لخفض الانبعاثات، كانت حوالي 14% لغاية 2030. عام 2021 اللي هو عندما دق الأمين العام ناقوس الخطر للأمم المتحدة أنه يجب أن نخفض مزيد من التخفيضات للوصول إلى حد أعلى بدرجتين مئويتين عن الوضع الطبيعي، قامت الأردن بتحديث هذه المساهمة وضاعفت هذه المساهمة بالتخفيض. يعني يتزامن أو يتسق مع هذا التخفيض حزمة من المشاريع التنموية في قطاعات مختلفة، منها قطاع الطاقة والمياه والزراعة والسياحة. نعم. وكافة القطاعات التنموية للوصول إلى هذا الهدف وإلى هذا التخفيض. كل هذا الشيء الذي يحدث في الأردن هو جزء من كل، يجب العالم أن يتحرك معا حتى نستطيع أن نحدث الفرق. الأردن يعطي نموذجا سواء في المنطقة أو العالم بهذا الالتزام،
الذي نفخر به ولدينا التزام سياسي ممثل بجلالة الملك من خلال المشاركة والتوجيه بضرورة التكيف ووضع الخطط اللازمة للحد من هذه الظواهر المناخية. نعم، يؤكد مراقبون بأن الدول التي تعد من أكبر مصدر للانبعاثات هي دول عديدة، منها الصين والهند والسعودية. ما هي الخطط التي يجب أن تمشي فيها هذه الدول لمحاولة التقليل من خطورة ما يحدث في المناخ؟ يعني جيد هذا السؤال، من حيث أن فعلا أنه دول قليلة لا يتعدى عددها العشرة تساهم بانبعاثات يمكن أكثر من 50 إلى 60% من مجمل الانبعاثات في العالم. لذلك يجب أن تتحرك هذه الدول بصورة جدية. في بعض هذه الدول أو من هذه الدول رصدت أو وضعت طموحات أو أهداف طموحة كالولايات المتحدة، الاتحاد الأوروبي، بالوصول إلى المعادلة الكربونية بسنة 2050، بتخفيض الانبعاثات بأكثر من 50% بحلول عام 2030. هذه الخطط يعني تبشر بالخير إلى حد ما، ولكن نتطلع إلى الالتزام بها، ويكون الالتزام بها من خلال رصد الموارد المالية اللازمة والمناسبة حتى نستطيع الوصول إليها. طيب دكتور محمد، في هذا الصدد يعني بما يخص الموارد المالية، إلى أي مدى الدول الكبرى ملتزمة بتزويد الدول النامية بهذه الالتزامات المالية التي تساعد دول النامية في تنفيذ خططها واستراتيجيتها في التعامل مع المناخ؟ من حيث المبدأ، الدول النامية بحاجة إلى حوالي 100 مليار سنويا للالتزام بالالتزامات التي قطعتها على نفسها، ومنها الأردن، حيث أن التخفيضات التي التزمنا بها جزء كبير مرتبط بتوفير المساعدات المالية من الخارج. يعني أكثر من إذا التزمنا إحنا بحوالي 30% بخفض هذه الانبعاثات، 5% من هذه الانبعاثات تكون ممولة من مصادر ذاتية، وال 25% الباقية هي من مصادر خارجية، وهذا يندرج على معظم دول العالم. لذلك له وجود التمويلات اللازمة هو أساسي بالنسبة للالتزام بهذه التخفيضات. من حيث المبدأ، 100 مليار كانت قد التزمت بها الاتفاقية أو حددتها الاتفاقية، ولكن الالتزام بتخصيص هذه المبالغ للدول النامية لم يكن على أرض الواقع بشكل فعال. نتطلع من خلال هذه القمة في غلاسكو 26 أن يكون الالتزام أكبر وتخصيص المبالغ اللازمة، لأنه لا يوجد متسع من الوقت للمناورة أو التأويل أو التمديد، فالأمور له يعني في خطر، وهي تنعكس يعني في حياتنا اليومية نشاهد هذا التغير المناخي. شكرا لك من عمان، أمين عام وزارة البيئة الدكتور محمد الخشاشنة.